نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية الأوربان نفذ 950 بئر مياه جوفية في القرى والتجمعات الصحراوية بمدينة براني غرب مطروح. من المستهدف أن يتم تنفيذ 300 بئر أخرى في مدينة براني بإجمالي 1250 بئرة لتوفير المياه الجوفية للأهالي لاستخدامها في الزراعة ورعي الأغنام. ومن خلال لجنة مختصة مكونة من التضامن الاجتماعي وتنمية القرى ومجالس المدن يتم حصر المناطق الأكثر احتياجا في مطروح وذلك لتنفيذ أبار مياه جوفية. نفذنا 950 بئر مياه في مدينة براني ومستهدف تنفيذ 300 بئر آخر. يتم حصر الأماكن الأكثر احتياجا لتنفيذ الآبار في القرى والتجمعات في محافظة مطروح من خلال لجان متخصصة من التضامن وتنمية القرية ومجالس المدن. العمل هنا في براني يتم على قدم وساق عشان يستفيد أهالينا من الآبار الجوفية في الزراعة ورعي الأغنام. الحمد لله دلوقتي بالتعاون مع التحالف الوطني وجهود الدولة نحو حياة كريمة لكل مواطن مصري في هذه الصحراء تم تنفيذ عدد من الآبار، وإن شاء الله مستهدف برضو في مناطق تانية بحيث أنها دلوقتي في يعني في عائد على المواطن بأنه هو تم توفير المياه لي بحيث أنه هو يقدر مثلا يروي الزرع، يقدر يروي المواشي.